هناخد شوية تفاصيل كده عن الماشين ليرنينج، هي عبارة عن ايه بالظبط، وايه الفرق بينها وما بين اللغات العادية او البرمجة العادية يعني، والستيبس بتاعت الماشين ليرنينج بتتم ازاي. لو انت شغال على مثلا ملفات سي في، او انت شغال على صور، وايه الفرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن والكلاسترنج، الحاجات دي كلها لازم ايه نتعرف عليها. طيب فالليكتشر زي ما احنا شايفين كده بنتكلم عن برودكشن تو ماشين ليرنينج. مبدئيا بنقول ان الماشين imitating and adapting human like behavior. يعني مثلا مثال، لو انا قلت لاي حد ما عندوش معلومه اصلا عن الماشين ليرنينج، قلت له انت معاك 3 وبقت 9، معاك 4 وبقت 16، معاك 8 وبقت 64، يبقى انا لو اديتك 9 المفروض تديني كام؟ اللي عنده معلومه يرفع ايده، raise your hand. 81 طيب ليه بقى، انت فكرت ازاي عشان تجيب 81؟ هو كل رقم بياخد السكوير بتاعه وبيحسب الناتج. بالظبط كده. طيب احنا عرفنا ازاي الكلام ده، احنا بنربط ما بين الانبوت والاوت. انا دلوقتي اديت ليوكرين اخد الانبوت اللي هو 3 والاوت بتاعك 9. طيب هو لو انت مديله الانبوت ده لوحده هو ما يعرفش يربط ما بين الاثنين دول، لان ممكن يكون اي عمليه حسابيه تديك ايه، تديك 9 مثلا يعني. طيب لكن لو انا اديتك كذا معلومه وقلت لك ان 3 بتديك 9 و4 بتديك 16 و8 بتديك 64، فانت مخك هيربط ما بين الانبوت والاوتبوتس الموجوده. فمثلا لو انت قلت السكوير زي ما انت قلت، يبقى 3 تو ذا باور 2 فبيديني ايه 9، وال4 تو ذا باور 2 بيديني ايه 16 وهكذا. طيب 8 اديتنا 64، يبقى 9 المفروض التربيع بتاعها بيديك ايه، بيديك 1.8. نفس طريقه التفكير دي بالظبط اللي احنا فكرنا بيها دي، هي دي طريقة تفكير الماشين ليرنينج، أو الماشين اللي أنت بتدربها عشان لما تديلها إنبوت جديد فتديك الأوتبوت اللي أنت إيه؟ اللي أنت المفروض عاوزه. يبقى إحنا كده هنستنبط كذا حاجة من هنا، إن إحنا لما بنيجي نشتغل على الماشين ليرنينج أنت بتديلها إنبوت وبتديلها أوت، مش بتديلها إنبوت ومعادلة، لأ إحنا بنديلها إنبوت وإيه؟ وأوت. فده الإنبوتس كلها وده الإيه؟ وده الأوت. بعد كده بتديله تيست فبيديك الإيه؟ بيديك البريدكتد فاليو بتاعتك على حسب التيست فاليو اللي انت ايه اللي انت مديها له. خلاص كده، دي الفكره بتاعه الايه، بتاعه الماشين ليرنينج. طيب مبدئيا بقى كده نعرف يعني ايه ليرنينج اصلا، هو ما قبل الماشين اصلا، ايه يعني ايه ليرنينج اساسا. مقدمه عن الماشين ليرنينج والفرق بين التراديشنال بروجرامينج والماشين ليرنينج، وليه احنا عاوزين الماشين ليرنينج في حياتنا، وازاي الماشين ليرنينج ده بيشتغل، او ازاي ان احنا بنتعامل بيه، والرول والريسبونسابيلتي بتاعة الماشين ليرنينج والجروث اوف ماشين ليرنينج، وشوية معلومات خاصة أو شوية ديسيبلاينز أو مفاهيم كده حوالين الماشين ليرنينج، وليه الأبليكيشنز بتاعة الموضوع ده، والإيشوز اللي بيتعرض ليها الماشين ليرنينج وأنواعها طبعا، والبروسيس. طيب هنبدأ شوية تعريفات كده ناس مشهورة جدا قالوها عن تعريف الماشين ليرنينج. يعني مثلا بيل جيتس قال لك ان البريك ثرو ان ماشين ليرنينج، يعني التطور بتاع الماشين ليرنينج ده بيزن 10 مرات قد ايه التطور بتاع مايكروسوفت. يعني لو مايكروسوفت قعدت 10 سنين بتطور في حاجه، فطبعا الماشين ليرنينج اكتر من كده بكتير، لان كل يوم في جديد، كل ثانيه في جديد. لو احنا بنتكلم دلوقتي ممكن تلاقي في الجوريزم ظهر جديد في الموضوع بتاع الماشين ليرنينج. فالماشين ليرنينج عموما دلوقتي هو الترند، هو الناس كلها شغالة فيه، ريسيرشرز معظمهم شغالين في الموضوع ده، بيطوروا الأنظمة الموجودة، بيطوروا الألجوريزمز الموجودة، بيطلعوا ألجوريزمات جديدة عشان تحل لنا مشاكل موجودة في الواقع. فطبعا المجال ده مهم جدا للريسيرشرز ومهم للعالم كله دلوقتي، لأنه هيوفر على الناس كلها، هيوفر جهد وهيوفر مال وهيوفر تعب وهكذا. طيب شخص تاني قال لك ان الماشين ليرنينج هو النيكست انترنت. يعني لو انترنت دلوقتي هو يعني الطفره التكنولوجيه الموجوده في العالم كله، فالماشين ليرنينج بعد كده هيكون يعني افضل من الانترنت كمان، وهو ده اللي ايه الناس كلها تبدا تتكلم عنه في الفتره الجايه. ماشي، طبعا نفس التعريفات ديت بنفس المنهاج. يعني مثلا تلاقي ان هو بيقول لك از ذا هوت نيو ثينج، ده اهم حاجه دلوقتي الناس بتبدا تتكلم عليها. مثلا واحد تاني يقول لك ان الماشين ليرنينج هو الثوره الحقيقيه في التكنولوجيا الموجوده دلوقتي. تمام،
مثلا واحد تاني اللي هو السي او بتاع ياهو يقول لك ان هو اللي هيسد الفجوه الموجوده في العالم الحالي والعالم المستقبل وهكذا. فالتعريفات كلها بتقول لك ان في طفره او في ثوره تكنولوجيه حقيقيه في الموضوع بتاع الايه بتاع المشين ليرنينج. طيب يعني ايه كلمه ليرنينج اصلا؟ لو احنا جينا بصينا للصورتين دول احنا هنفرق ما بين الليرنينج في الهيومن والليرنينج في الكمبيوتر. لو احنا جينا ركزنا كده في الجزء بتاع الهيومن، الطفل اصلا عشان يتعلم اكسبيرينس جديده بيتعلمها ازاي؟ اول حاجه الطفل ده ساعه ما يبدا ان هو يدرك الاشياء الموجوده قدامه، فبيبدا مثلا يسال والده ان الحاجه اللي قدامك دي اسمها ايه، مثلا بيساله ان ده عباره عن ايه، اللابتوب ده، بيساله هو ده اسمه ايه، فانت بتقول له ان ده اسمه لابتوب. طيب لو هو اول مره يسمع الكلمه دي، هو عنده خلايا عصبية كتير جدا بتوصل ل 10 و 11 خلية موجودة في مخ الإنسان. الخلايا دي كلها فيها أرقام يا شباب، فيها ويتس كده بتكون راندم. الأرقام دي كلها لو أنت اديت لها معلومات جديدة، فالويتس دي بتبدأ تتظبط، تبدأ تحصل لها أبديتنج، تبدأ تغير القيم بتاعتها بحيث إن هي إيه؟ بحيث إن هي تكون شبكة عصبية من مجموعة النيورونز الموجودة أو مجموعة الخلايا الموجودة. والشبكة العصبية ديت بعد كده لو أنت اديت لها إنبوت أو اديت لها لابتوب جديد، هيعرف إن اللابتوب ده اسمه أو الشيء ده اسمه لابتوب. مش لازم يكون نفس اللابتوب القديم، لا ممكن حاجة شبه لابتوب تاني مثلا أو تالت أو رابع. فالطفل الصغير بيتعلم من خلال الخلايا العصبية الموجودة في الإيه؟ الموجودة عنده في المخ. طيب هو بيسي وبعد كده بيثينك وبعد كده بيوصل الى الاكسبيرينس اللي هي الايه اللي هو الحاجات اللي هو اتعلمها فبيخزنها عنده في الايه في المخ. طيب الماشين نفسها بقى بتتعلم ازاي؟ الماشين دي انت طبعا هي ما عندهاش مخ، فانت اللي لازم تبني لها ايه، تبني لها المخ بتاعها. عشان كده قال لك ان انت هتعمل حاجه اسمها ارتفيشال نيورال نتورك، لكن الهيومن عنده النيورال نتورك اللي هو الشبكات العصبيه، لكن الماشين دي ما عندوش نيورال نتورك. فعشان كده انت هتبني له نيورال نتورك وهنسميها الارتفيشال نيورال نتورك اللي هو الاي ان ان. طيب انت لما تبني الكلام ده برضو هيبقى فيه ويتس تبقى راندوم في الاول، وبعد كده لما تيجي تدرب الماشين دي على حاجه معينه او تاسك معينه، فالمفروض ان الويتس دي بتتعدل عشان توصل الى الشكل اللي هو لما تدي لها انبوت جديد يديك الاوتبوت اللي انت ايه اللي انت المفروض عاوزه. طيب هل الماشين دي هتعتمد على نيورال نتورك بس او الارتفيشال نيورال نتورك بس اللي انت مديها لها؟ الانبوتس بقى اللي هي تاخدها دي تاخدها ازاي؟ ممكن تاخدها عن طريق ان انت كانسان تدي لها الانبوتس، او ممكن يكون في مثلا كاميرات، ممكن يكون في مايكروفون بيسمع الكلام مثلا، ممكن يكون في سنسورز خاصه بدرجات الحراره، سنسورز خاصه بقياس المسافه وهكذا. المثال الشهير في الحته دي اللي هو السيلف درايفنج كار اللي هي العربيات اللي بتسوق ايه؟ اللي بتسوق لوحدها كده. فطبعا هي معتمدة على مجموعة سنسورز كتير جدا وكاميرات بتديكت الطريق اللي قدامها وبتقيس المسافات وبتشوف هل في أي عائق قدام السيارة دي ولا لأ. فدي نفس الفكرة، بس طبعا في فرق ما بين الإنسان وبين إيه، طبعا إحنا ما نقدرش نوصل إلى قدرة ربنا في خلق المخ الإنسان. فطبعا هم عملوا حاجة اصطناعية كده تحاكي الخلايا العصبية الموجودة في الإنسان عشان يخلوا الماشين دي تتعلم بقدر الإمكان زي الإنسان، وتحاول هي توصل إلى حل المشكلات عشان ما نتعبش الإنسان في إيه في حل المشكلات دي. طيب طبعا الماشين بيتفوق على الهيومن في حاجة، إن هو بيبقى عنده الكباسيتي بتاعته أكتر من الإنسان، يعني ممكن يشيل معلومات كتير جدا عن الإنسان، ممكن تديله معلومات على حسب الاستورج اللي انت مديها له توصل لتيرا 10 تيرا على حسب، لكن الانسان هو محدود في الايه في الكباسيتي بتاعته. لكن طبعا اللي بيفهم اكتر هو الانسان، بس طبعا اللي بتاخد فهمك ده وبترجمه للماشين دي عشان تحاول تخليها تفهم هي كمان من خلال بقى الايه التدريبات اللي احنا المفروض هنعملها، من خلال النيورال نتورك اللي احنا المفروض هنعملها، من خلال الماشين ليرنينج الجوريزمز اللي موجوده، من خلال الديب ليرنينج وهكذا. فدي كلها الجوريزمات بتخدم الماشين عشان هي تتعلم وتتدرب، وبعد كده يكون في حاجة جاهزة ادي لها انبوت تديني الاوت اللي انا ايه اللي المفروض اللي انا عاوزه. ده الفرق بالظبط ما بين الليرنينج في الهيومن والليرنينج في الكمبيوتر. طيب
فبيقول لك هنا تعريف عام كده، ايه هو الليرنينج؟ هو الاكوزيشن اوف نوليدج، يعني شويه تجميع للنوليدج، المعرفه والسكيلز، المهارات، من خلال بقى الاستادي، خلال المذاكره، من خلال الاكسبيرينس اللي هو المعلومات اللي هي حواليك كلها، او الانفايرمنت المحيطه بيك، او الحاجات اللي انت بتتعلمها، وهكذا. ماشي. طبعا المعرفه دي والاكسبيرينس اللي احنا بنكتسبها دي بتعمل لنا تغيرات في المخ بتاعنا، يعني المخ مش هيفضل ثابت، او الويتس بتاعه النيورال نتورك اللي موجوده في المخ عندنا مش هتبقى ثابته، الخلايا العصبيه الموجوده دي تكوينها مش هيكون ثابت، لازم هتتغير، ويكون شكلها هتتغير، وهيجمع شويه خلايا مع بعض عشان تحل مشكله ما، عشان بعد كده الشخص ده بياخد خبره، وبعد كده لما يبقى يظهر قدامه مثلا مشكله معينه هو اتعرض ليها من قبل، فيقدر ان هو يحلها ويقول الخبره بتاعته، ويستخدم الخبرات بتاعته ان هو يقول الاوتبوت او يقول حل المشكله في ثواني، زي الدكاتره مثلا كده، زي الدكتور اللي عنده خبره افضل من الدكتور اللي لسه ما عندوش خبره. طيب ليه؟ لان الدكتور اللي عنده خبره ده عدى عليه نماذج كتير جدا من المرضى، والمرضى دول كان عندهم اعراض، والاعراض بتاعتهم على حسب هو تابع معاهم، فعرف ان هم عندهم مرض ايه بالظبط. فلما يجي له حد جديد من خلال الخبرات السابقه بتاعته، من خلال المعارف بتاعته قبل كده من المرضى اللي هو عالجهم قبل كده وكان عندهم مرض معين، فيقدر يشخص الحاله الجديده بكل سهوله. لكن لو هو مثلا لسه دكتور جديد او دكتور امتياز ما عندوش خبره، فممكن يخطأ في التشخيص، وممكن يسبب مشاكل لو اخذ المريض ده علاج غلط او حصل اي ضرر. فطبعا الخبرات ديت حاجه باشمهندس مهمه لو جدا. سمحت، اتفضل. باشمهندس هو أنا لسه داخلة عشان النور كان قاطع عندي. ماشي، اسمك ايه؟ أمل السيد. طيب يبقى فكرني امل في الاخر. ماشي. تمام. طيب طيب طبعا في تاسكس كتيره للموضوع ده، زي عمليه الليرنينج كده، زي عمليه تعلم كره القدم. طبعا مش هتجيب واحد لسه جاي، او شخص لسه جديد ما يعرفش اصلا حاجه عن كره القدم، وهتدخله يلعب على طول وهيدخل اجوان وكده، لا، لازم يكون متدرب. فالتدريب ده بيديله خبرة عشان بعد كده لما يجي يلعب قصاد حد يبدأ يعرف الكرة دي لما يستلمها يعمل فيها ايه، يعرف هيعمل ايه لما خصمه قدامه يجي قدامه. فالكلام ده كله ايه، لازم يكون متعرف عليه قبل كده. فالتاسك دي لو انا قسمتها الى 3 اجزاء، انت بتقسمها ايه هي التاسك اللي المفروض اصلا يلعبها. فمثلا هي البلاينج سوكر، اللي هو الكرة القدم اللي هي بتاعت اللي هي بتاعه البلاي ستيشن يعني. فالبرفورمانس بتاعك او البرفورمانس ميجر بتاعك اللي هو البيرسنت اوف جيمز وان اجينست اوبوننتس، يعني انت كسبت كام ماتش قبل كده قصاد الخصم. فطبعا دي اللي بتديك الخبره، او ده اللي بيقيس البرفورمانس بتاعك او الاداء بتاعك يعني شكله عامل ازاي. طيب والتريننج اكسبيرينس، ازاي اصلا بتتدرب على اللعبه دي، اللي انت ممكن تبراكتس الجيمز اجينست اتسيلف، يعني انت هتبراكتس او هتلعب قصاد نفسك او هتلعب قصاد الماشين، وده طبعا اوبشن متاح في معظم الالعاب دلوقتي. طيب زي ايه تاني؟ زي الهاند رايتنج ريكوجنيشن ليرنينج بروبلم. التاسك هنا عباره عن ان انا اعمل كلاسيفيكيشن للهاند ريتن ووردز، اللي هو الكلمات اللي مكتوبه دي، اعرف السيجنتشر دي بتاعت مين بالظبط. البرفورمانس ميجر بتاعي ان هو البيرسنت اوف ووردز كوركتلي كلاسيفايد، انت اتعرفت قبل كده على كام سيجنتشر وعرفتها صح ان هي بتاعت كام شخص. التريننج اكسبيرينس ان انت عندك داتابيز، المفروض يكون عندك داتابيز فيها هاند ريتن ووردز، كلمات كتير جدا، وقصادها الكلاسيفيكيشن بتاعها او الكلاس بتاعها اللي هو كل سيجنتشر بتاعت مين بالظبط. فطبعا دي بالنسبه لك الايه، التريننج اكسبيرينس اللي انت المفروض تعود عليه. طيب برضو نفس الكلام اللي هو في الروبوت درايفنج ليرنينج بروبلم، اللي هو تعلم القياده للروبوت. انت المفروض عندك عربيه بتمشي لوحدها بروبوت، فالتاسك هنا انت درايفنج اون بابليك فور لين هاي ويز يوزنج فيجن سنسورز. انت المفروض بتمشي في 4 اتجاهات، عاوز تمشي قدام ولا يمين ولا شمال ولا هترجع ورا. طبعا ده اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على البرفورمانس بتاعك، ماشي، اللي هو الديستنس اللي انت تحسبها بقى قبل ما يحصل اي ايرور عندك، او في قدامك مثلا هيومن، او في قدامك اي حاجه تانيه. ماشي. طبعا الكلام ده كله بيتعلمه من خلال هيومن اساسا، او مشرف، او ايا كان اللي اتعلمه منه. والاكسبيرينس بتاعتك اللي هو بقى ايه، بيكون عندك قبل كده بقى ايه
أوامر كتير أنت واخدها ومتعلمها وصور كتير أنت لو لاحظت حاجة زيها المفروض تعمل إيه، فالكلام ده كله عبارة عن تريننج اكسبيرينس أو الداتابيز اللي عندك. طيب طبعا قيس على كده بقى شوية مشاكل كتير جدا زي لعبة شطرنج، زي تعرف على الأمراض اللي موجودة في الصور وهكذا. طيب ايه هو الماشين ليرنينج؟ الماشين ليرنينج لو خدنا الرسمه دي بس عشان نعرف ايه الفرق بين التراديشنال ليرنينج او تراديشنال بروجرامينج والماشين ليرنينج. طبعا زي ما انا قلت في الاول انت كان عندك سؤال سالته في الاول خالص اللي هو 3 بقت 9 ازاي و9 بقت 81 ازاي وهكذا. ففي التراديشنال ليرنينج انت بتدي له داتا وبتدي له بروجرام، يعني مثلا انا بدي له 2 و2 وبدي له بلس او اديشن، ده معناه ان انا عاوز الاجابه بتاعت الكلام ده، يعني 2 و2 كام؟ اديني المفروض اديني 4، ده الاوت بتاعك. لكن في الماشين ليرنينج انا بديله الاثنين وبديله الايه؟ الاربعه، يعني بديله الداتا اللي هي الانبوت ماشي؟ وبديله الايه؟ وبديله الاوت بتاعي. طب ايه هو المفروض الاوت اللي هيظهر؟ البروجرام، انا عاوز هنا البروجرام بتاعي، فانا بديله هنا مثلا في الداتا الاثنين والاثنين والاوت بتاعك 4، وانا عاوز ايه بقى البرنامج اللي المفروض يشتغل هنا؟ المفروض تديله هنا البلس اللي هي عملية الاديشن، فده اللي انت ايه؟ ده اللي انت عاوزه. او ممكن اديك هنا 2 واديك هنا 4 واقول لك انا عاوز ايه؟ عاوز علاقة تربط ما بين الاثنين والاربعة دي، فانت المفروض تقول لي بلس 2 وهكذا. فدي بالظبط الايه؟ ده بالظبط اللي بيتم فيه الماشين ليرنينج. عشان كده كل ما نتعامل مع ماشين ليرنينج او نتعامل مع ديب ليرنينج او نتعامل مع نيورال نتورك عموما، كل الداتا اللي احنا هنتعامل معاها او كل البروبلمز اللي احنا هنتعلم عليها عباره عن داتا وعباره عن انبوت وايه واوت. وكل اللي احنا عاوزينه ان احنا عاوزين بروجرام في الاخر، او عاوزين موديل، او عاوزين equation تقول لنا بعد كده لو انا اديتك انبوت جديد المفروض الايه الاوت بتاعه. دي الفكره بتاعه الايه الماشين ليرنينج والفرق بينهم وبين التراديشنال بروجرامينج. لحد هنا كده في اي سؤال؟ في حد هنا عنده اي لخبطه او اي مشكله؟ طبعا الرسمه دي برضو بتوضح لنا الماشين ليرنينج بيدخل له اكتر من نوع من انواع الداتا، يعني مثلا الداتا دي ممكن تكون عباره عن تكست، ممكن تكون عباره عن حاجه فيجوال زي الصور، ممكن تكون حاجه اوديو عباره عن صور، ممكن تكون عباره عن فيديو. فدي كلها حاجات ممكن نشتغل عليها، اشكال مختلفه من الداتا ماشي، او ريبريزنتيشن للداتا دي في شكل هيستوجرام او شكل حاجه اسمها باج اوف ووردز. الباج اوف ووردز ديت لو انا عندي مثلا باراجراف عاوز اعمل له كلاسيفيكيشن فلازم تحوله الى حاجه اسمها باج اوف وورد. دي هناخدها في الان ال بي ازاي ان انت تحول تكست الى باج اوف ووردز عشان يقطع الباراجراف ده الى مجموعه كلمات وكل كلمه يقول لك هي اتذكرت قد ايه في الايه في التكست ده. طيب في برضو حاجه اسمها فيتشر سيلكشن، يعني في بعض الاحيان بيبقى عندي مجموعه فيتشرز كتير جدا، تلاقي نفسك بعد ما خلصت مثلا ريبريزنتيشن او هتشتغل على التكست او الفيجوال او كده، فتلاقي ان الدايمنشنز بتاعتك كبيره جدا، فانت ممكن في الحاله دي تعمل حاجه اسمها دايمنشن ريدكشن، ان انت بتقلل في الدايمنشن عشان لما تيجي تدخل على الماشين ما ياخدش وقت ويسرع عمليه التريننج ويتجنب مشاكل زي الاوفر فيتنج والاندر فيتنج نتعرف عليه. خلاص طيب في الحاله بتاعت الماشين ليرنينج المفروض ان انت بتاخد ديسيشن او بتعمل بريدكشن مثلا وبتطلع في الاخر ايه البريدكتد انفورميشن او الاوت المتوقع اللي انت المفروض عاوزه عشان تعتمد عليه بعد كده في حل مشكله ما. طيب يبقى احنا دلوقتي لو هنيجي نعرف الماشين ليرنينج، الماشين ليرنينج ده هو عباره عن نوع من انواع البريدكتيف داتا اناليتكس is the art of building and using models. هو بنستخدم فيه models عشان that make predictions، بتعمل بيها توقع based on pattern extracted from historical data، باعتمادا على data دي أو information استخرجناها من إيه؟ من data، لأن في فرق بين information و data. data دي حاجة مادة خام كده، لكن information دي الحاجات المفيدة اللي أنا ممكن أعتمد عليها في الموديلنج أو الماشين ليرنينج. طيب فالماشين ليرنينج هو عبارة عن branch من artificial intelligence، فرع من فروع artificial intelligence، بيهتم بالconstruction والstudy of systems that can learn from data. كل ما هو بيعتمد على الداتا هو ده ايه؟ هو ده الماشين ليرنينج،
يعتمد على الداتا عشان يعمل كونستراكشن ويعمل ستادي لسيستمز اعتمد عليها بعد كده في حل مشاكل كبيرة جدا وصغيرة جدا ومتوسطة جدا. فطبعا هو بيستخدم في كل المجالات المعقدة والمجالات الايه المجالات البسيطة. طيب تعريف اخر، لو قلنا الماشين ليرنينج هو عبارة عن البروجرامينج كمبيوترز تو اوبتمايز البرفورمانس، انا طبعا عاوز اوبتمايز البرفورمانس بتاع اي حل لمشكلة ما باستخدام طبعا الباست اكسبيرينس اللي هي الداتا اللي انت معتمد عليها. فطبعا لو احنا جينا نلخص الموضوع، انت عندك اكزامبلز او عندك داتا معينه بتستفيد من الداتا دي ان يكون عندك خبرات، والخبرات دي بعد كده بتستفيد منها انك تعمل بريدكشن للنيو انتيتيز او التست داتا اللي انت بتدخلها الجديده. طيب عرفنا خلاص شكل الفرق بين الماشين ليرنينج والتراديشنال ليرنينج. في هنا سؤال مهم جدا، الليرنينج از يوزد وين، ليه امتى اصلا، امتى احنا بنستخدم ماشين ليرنينج، او ليه احنا تفرقنا ان احنا نعتمد على الماشين ليرنينج. طبعا الحته الاولى دي مهمه جدا، هو بيقول لك ان الهيومن اكسبيرتس دازنت اكزيست. يعني مثلا مثال نافيجيتنج اون مارس، اللي هو انا عاوز اطلع ناس على المريخ عشان تستكشف الانفايرمنت اللي موجوده فوق وتصور لنا الدنيا اللي موجوده فوق دي. فهل انا هضحي في اول مره اضحي بانسان ان هو يطلع يصور، ولا ممكن استعين في الحاله دي بروبوت مثلا؟ فالروبوت اصلا هو نوع من انواع الايه، نوع من انواع المشين ليرنينج، انت معلمه ومدربه عشان وحاطط له مثلا مجموعه سنسورز وحاطط له كاميرا عشان تصور والكلام ده كله، فانت اعتمدت عليه عشان تطلعه فوق على القمر ويصور لك ويبعت لك كل ده عن طريق مثلا القمر الصناعي او ايا كان. فانت استفدت دلوقتي ان العامل البشري هنا انت مش هتضحي بيه لأول مرة، فأنت هتستعين بحاجات مدربة ومعلمة زي الإنسان بالظبط اللي هو الإنسان الآلي. طيب السبب الثاني لاستخدام الماشين ليرنينج يقول لك الهيومن ار انيبل تو اكسبلين زير اكسبيرتس، زي حاجة اسمها كده السبيتش ريكوجنيشن. حد يقول لي كده مثال على السبيتش ريكوجنيشن؟ رفع ايدك كده يا شباب. يعني ايه سبيتش ريكوجنيشن يا شباب؟ اتفضل يا ابراهيم. زي برامج في النوم مثلا لما تيجي يقول لك اتعرف على صوت، كمل اتعرف على صوتك، كان بصمة الصوت بتاعتك القائمة. ماشي، هل الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده سهل على الانسان؟ لا ممكن الصوت تتدخل بالنسبة طبعا. للإنسان يعني انا وممكن مثلا تحفظ لو انا القائمة. مثلا انا معتمد على البصمه بتاعت الصوت دي في مثلا في البنوك لو نفترض يعني، فطبعا الموظف هيبقى صعب ان هو يكتشف او يعرف الصوت ده خاص مثلا بالشخص ده. فانا ممكن اعمل سيستم، والسيستم ده هياخد الصوت اللي بيكلمني دلوقتي، وعلى اساس الصوت ده اعرف من خلاله ايه، اعرف من خلاله الشخص ده هو مين بالظبط. طيب ممكن استخدمها في ايه تاني برضو؟ ممكن استخدمها في الـ speech translation. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي في مشكلة عاوزين نحلها، اللي هو انا عاوز شخص امريكي يكلم شخص مصري مثلا، بس ده ما بيفهمش انجليزي، مصري مش بيفهم انجليزي والامريكي مش بيفهم عربي، فانا عاوز الاتنين يفهموا بعض، ممكن اعمل ايه؟ حد يقدر يقول لي ممكن نحل المشكلة دي ازاي؟ ممكن نعمل سيستم، يعني شكل السيستم ده يكون شكله عامل ازاي عشان يحل المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ هي الشيء اللي موجود لما بنسافر بره بنتكلم مثلا باللغه بتاعتنا، هو بيتعامل باللغه الثانيه سبيتش، يعني السبيتش بتاعي السبيتش بتاع اللغه الثانيه. طب هل في ابلكيشن دلوقتي موجود انا اتكلم حد ان عربي وفي نفس الوقت يتحول له الكلام انجليش وهو يتكلم انجليش وفي نفس الوقت يتحول لي الكلام عربي؟ هل في ابلكيشن بيعمل كده دلوقتي؟ حد عنده معلومة؟ في لسه جاي من الصين، كان في ويتش شات بيعمل الكلام ده. يعني هو بس انت ممكن تتكلم، يعني انت بتقولي ان هو موجود في حتة معينة مثلا في الصين او في مكان معين،
بس الكلام ده لسه ايه، لسه ما انتشرش، ما بقاش موجود في العالم كله، ما بقاش حاجه عامله كده زي اكنك بتشتري تليفون، ما بقاش ابلكيشن اساسي في التليفون. بس انا اعتقد ان الكلام ده مستقبلا هيبقى اساسي في التليفونات، ان اي حد ممكن يكلم اي حد تاني، هيبقى في ابلكيشنز مختصه بالموضوع ده موجوده على كل التليفونات، وحاجه اساسيه جدا هتبقى موجوده، ان اي حد في الدنيا يقدر يكلم اي حد تاني باللغه بتاعته، مش هيبقى في اي مشكله في الموضوع ده كله. الكلام هيتحول بشكل اوتوماتيك من اللغه اللي انت بتتكلمها الى اللغه الشخص اللي الشخص التاني بيفهمها، والعكس صحيح، عشان يسهل على الانسان التواصل مع الناس والحاجات دي كلها. فطبعا ده يعني هيتم قصدي حضرتك يعني ريل تايم ريال للصوت تايم يعني اللغة الثانية على طول؟ بالظبط، ده اللي انا اقصده. ف ده اي ثينك يعني ان الفتره الجايه هيكون في ابلكيشن بالشكل ده ومتاح للناس كلها، وهيكون اساسي من اساسيات والف ب كده في التليفونات. زي دلوقتي ما انت بتكلم حد كده في التليفون، تكلم انت مصري بيتكلم اي حد عربي، لا هيبقى برضو انت مصري بيتكلم اي حد، ايه، حد انجليزي، حد فرنساوي، اي لاي بتاع دوله تانية، مش هيبقى في مشكله في الموضوع ده خالص. ماشي، لان في تطور كبير اصلا في موضوع ال NLP او Natural Language Processing، في موضوع تحسين الترانسليشن او الماشين ترانسليشن، عشان تحسن في شكل الترجمه وتخليها موثوقه بشكل ايه، بشكل كبير يعني. طيب، بل كمان هيعملوا حاجه ان يكون التحويل بتاع التكست نفسه او الفويس اللي انت بتتكلمه يكون بنفس بصمه صوتك، عشان ما تحسش ان في حد مثلا ايه بيتكلم بطريقه مختلفه وبنفس اللهجه والكلام ده كله. فطبعا الموضوع ده فيه تطوير كتير، وده بروجكت فيه ناس كتيره شغاله عليه، بس لسه ما ظهرش يعني النور في الايه بشكل يعني بكفاءه كويسه يعني، عشان كده ما اعتمدوش عليه لحد دلوقتي. طيب، بيقول لك ان انا ممكن استخدم ماشين ليرنينج برضه في سوليوشن تشينج ان تايم، اللي هو الراوتينج في الكمبيوتر نتورك. انا عندك دلوقتي في الشبكات او في الكمبيوتر نتورك، فطبعا الباصص بتاعتك اللي بيمشي فيها الباكتس او بيمشي فيها الرسائل من السورس للديستنيشن كل شويه بتتغير. فهل هنا ينفع ان انا اعتمد على ستاتيك باصص او اعتمد على حاجات ثابته؟ لا طبعا، لازم يكون في الجوريزمات هي اللي بتختار البيست باص عشان يمشي فيها الباكتس من السورس للديستنيشن، واختيار عمليه الباصص دي بيتم بشكل اوتوماتيك. فطبعا لازم اعتمد على خوارزميات مثلا في الجراف، حاجات زي مثلا الدايجسترا والبي اف اس والدي اف اس والحاجات دي كلها. فطبعا الحاجات دي اصلا موجوده يعني دلوقتي، زي مثلا نوع من انواع البروتوكولز كده في الديناميك راوتنج اسمه الاو اس بي اف، فبيعتمد على ماتريكس معينه عشان يبدا ان هو يقيس الباسز ويشوف افضل باس يمشي عليه الباكت انهي واحده بالظبط. طيب، The solution needs to be adapted. نعم. انا كنت بقول لحضرتك الاوتوماتيك لابد والحاجات دي موجوده من بقى 50 سنه، يعني هو السيف والتي بي جي والكلام ده، دي حاجات قديمه يعني. انا كان ساعتها الماشين ليرننج ما كانش اعتقد ان هو مش ماشين ليرنينج، مش ماشين ليرنينج، يعني هو في الجوريزمات في الجراف، في الجوريزمات في الجراف زي الالجوريثم طبعا الكلام ده كله. بيعتمدوا عليها عشان يقيسوا افضل باصز بيمشوا عليها الايه، بيمشوا عليها يعني. فالجراف الجوريزمز شغاله في الحته دي. طبعا الجراف هو جزء من الاي اي اصلا يعني، زي الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها زي البي اف اس والدي اف اس والاستار والحاجات دي. طيب، الحاجه المهمه جدا برضو اللي هو اليوزر بايومتريكس واليوزر ميديكال فايتال ساينز تيكن. البايومتريكس يا شباب دلوقتي حاجة مهمة جدا. لو انت مثلا فاتح الابليكيشن بتاعك بتاع البنك، اللي هو مثلا ال ان بي، مثلا ال ان بي اي ده بتاع البنك الاهلي مثلا، فطبعا في اوبشن كده اللي هو البايومتريكس، ان الابليكيشن ده مش بيفتح الا ببصمة الوجه او بالبصمة بتاعة الاصبع، او معظم الابليكيشن انا شغال في الحاجات دي، بس انا بتكلم على الكريتيكال ابليكيشنز اللي هي الحاجات اللي فيها فاينانشال، او الحاجات اللي هي بيبقى فيها حاجات خصوصية والحاجات دي كلها. فلازم يكون فيها حاجة تكون خاصة بالإنسان نفسه أو صاحب الحاجة دي نفسه، ما يبقاش فيه أي حد تاني صلاحية إنه يفتح لإيه؟ إنه يفتح الأبلكيشنز دي. فطبعا أنا بستعين برضه بالماشين ليرنينج والديب ليرنينج وهكذا عشان أفعل البايومتريكس دي على الأجهزة والأبلكيشنز،
بحيث ان انا احمي الخصوصيه بتاعه الايه بتاعه الانسان في بعض الايه الكريتيكال كيسز يعني. طيب في مشاكل بتواجه الماشين ليرنينج طبعا. لو احنا بصينا للصوره اللي احنا شايفينها على الشاشه دي، هتلاقي ان انت مثلا لو انت عندك داتا بالشكل ده، الداتا دي في اشخاص، في شخص الشعر بتاعه طويل جدا، شكل الصوره بتاعه الدوج ده، فممكن الماشين بتاعتك تتلخبط وتحسب ان الاتنين دول واحد. ليه؟ لان هنا الشعر اللي هنا نفس اللون نفس الطول تقريبا، في هنا برضو فيس وهنا في فيس، فممكن يكون الفيتشرز اللي بتميز ما بين كل واحد والتاني قليلة جدا، ما يقدرش ان هو يقدر يميز ما بين الكلاس الاولاني والتاني. برضو نفس الكلام لو انا عندي صورة زي دي كده، تحس ان برضو ان في تشابه شوية في الهير ماشي، وفرضه في الاي وفي الشكل عموما. فطبعا لازم وانت بتشتغل على ماشين ليرنينج عموما بقى، يعني ديب ليرنينج نيورال نتورك عموما، يعني لازم تبص على الداتا سيت الاول وتشوف الداتا سيت دي هل هي صالحه ان انت تقدر تشتغل عليها بشكل كويس، ما يكونش فيها مشاكل، ما يكونش فيها تشابهات، يكون الكلاسز مفصوله بشكل كويس ماشي، عشان الكلام ده ما يكونش صعب على الماشين انها تميز ما بين الكلاسز المختلفه اللي انت بتتابعها. طبعا لو الكلام ده صعب عليك كانسان هيبقى صعب جدا على الماشين، الكلام ده لو سهل عليك كانسان هيبقى سهل على الماشين. فلازم ان انت تظبط الداتا بتاعتك بحيث ان هي تكون في فروقات وتكون في فيتشرز بتميز كل كلاس عن التاني، فدي حته مهمه جدا. طيب دلوقتي هنتكلم عن الماشين ليرنينج ازاي بتشتغل. فالماشين ليرنينج دي عشان تشتغل انت بتشتغل على داتا معينة، فالداتا دي انت بتقسمها الى جزئين، انت بتقسم الداتا بتاعتك الى تريننج داتا وتيست داتا. التيست داتا دي الموديل بتاعك مش بيشوفها خالص، مش بيشوفها خالص في مرحلة التريننج، ما ينفعش ان هو يشوف الايه التيست داتا اللي انت بتشتغل عليها دي. لكن الترين داتا هو ده اللي بيعتمد عليها وبيبني عليها الموديل اللي انت المفروض تشتغل عليه. طيب انت دلوقتي عملت تريننج داتا واستخدمتها عشان تبني بيها موديل ماشي، يعني بنيت موديل او بنيت بريدكتور وخلاص، يعني قلت ان ده هعتمد عليه بنسبه مثلا البرفورمانس بتاعه بنسبه مثلا 95%. فانا دلوقتي خلاص اعتمدت على ده، فخلاص انا هروح للتست داتا وابدا ادخل التست داتا ديت على الموديل تاني اللي هو اللي انت طلعته في المرحله الاولى، والكلام ده هيطلع لك الايه البريدكشن، هيطلع لك الاوتبوت اللي هو الايه هو المتوقع. فالمفروض ان انت دلوقتي بتبدا تعمل عمليه مقارنه ما بين الاوت الحقيقي والاوت الايه المتوقع ماشي. طيب طبعا الستبس دي بتتم، مش بتتم كده على طول، في شويه حاجات كده لازم ايه لازم تكون عارفها. فمثلا لو انا افترضت ان انا عندي داتا، طبعا ده شكل نديك شكل كده من اشكال الداتا سيت يعني. لو جينا بصينا على الداتا سيت، الداتا سيت اللي قدامنا دي داتا سيت على البريست كانسر، بتقول لي ان التحاليل دي كلها زي ما انت شايف كده، بتقول ان البريست ده او الكانسر الموجود في البريست ده مليجنانت، هو الام دي اختصار لمليجنانت يعني، والبي اختصار الى البيناين ماشي. طيب برضو حاجه زي دي كده، لو انت جيت بصيت على التحاليل، طبعا التحاليل دي كلها عباره عن راديوس اللي هو نصف القطر والتكستشر والبريمتر والاريا وشويه حاجات كده، كلها عباره عن تحاليل واحصائيات خاصه بالبريست نفسه، ومن خلال الكلام ده كله بعرف هل البريست ده مصاب ان هو يكون مليجنانت او بناين. طيب فده بالنسبه لنا يا شباب، كل ده بالنسبه لنا ده الانبوت. لو كده بصيت على الكلام ده كله كده، كل دي عباره عن كولومز خاصه بالانبوتس اللي انا اعتمد عليها، وده الكولوم بتاع الايه الاوتبوت اللي انا ايه اللي انا اعتمد عليه ماشي. طيب ازاي بقى المرحله بتاعه الماشين ليرنينج دي تبدا تشتغل؟ لو فرضنا مثلا ان انا عندي 100 ريكورد، اقول مثلا ثانيه واحده، لو فرضنا ان انا عندي
عندي داتا سيت، الداتا سيت دي فيها مثلا 100 ريكورد. الميت ريكورد دولت انا هقسمهم الى جزئين، هاخد 80 فور تريننج، وهاخد 20 فور تيستينج. ماشي. طيب 80 بتوع التريننج دول انا هطبق عليهم ماشين ليرنينج موديل طبعا، بس قبل ما اطبق اصلا الماشين ليرنينج موديل لازم يكون فيه بري بروسيسنج. ايه البري بروسيسنج ستيبس؟ طيب هو انا دلوقتي لو انا شغال على مثلا نفترض سي اس في فايل زي اللي احنا شايفينه بالظبط، زي اللي احنا شايفينه بتاع البريست كانسر ده، دي عباره عن سي اس في او تكست. يعني ايه هي الستبس اللي احنا ممكن نطبقها كبري بروسيسنج على الملف ده قبل ما نعمل تريننج؟ حد يقول لي كده المقترحات، اي حد يقول. سؤال تاني معلش يا باشمهندس. ايه هي البري بروسيسنج ستيبس المفروض اطبقها على الديتا قبل ما اشتغل موديلنج او قبل ما اعمل ماشين ليرنينج موديل؟ لو في مثلا لو في ميسنج فاليو تمام، ممكن اعمل لها ريموف، او مثلا احط الميم بتاع الريكورد نفسه. لو مثلا كان في نوع من الداتا ممكن ان انا احولها نيوميريك، سواء مثلا بالون هوت انكودنج، او ان انا مثلا لو كانت باينري احولها مثلا لترو فولس، يعني يس ونو. تمام. مثلا لو انا عندي الرينجز بتاعت الداتا مختلفة، اقول نعمل نورماليزيشن. وفي ايه تاني؟ بس طيب لو في مثلا لو في دوبليكيتس للريكورد. ايوه ففي شويه حاجات زي زمايلكم قالوها، زي الميسنج فاليوز، زي الانومالي نتكلم عنه دلوقتي. ايه تاني؟ زي الدوبليكيت مثلا او دوبليكيشن، نعمل فيه ايه؟ والاوتلاير ما هو الاوتلاير هو الانومالي، ديتكشن. الاوتلاير هو الانومالي. ماشي. تمام. ايه تاني؟ مثلا لو في تكست لازم احول الكلام ده الى ارقام. ايه تاني؟ في حاجة ممكن تانية؟ نعمل فيتشر ريدكشن. ممكن نعمل إيه؟ ممكن فيتشر نعمل ريدكشن. فيتشر ريدكشن أو دايمنشن ريدكشن. ماشي. في حاجة تانية؟ طيب دي معظم الحاجات اللي احنا ممكن نعملها كـ pre-processing steps على الـ CSV file. لو أنا عندي missing values فالمفروض أعمل remove، أو ممكن أعمل تعويض، يعني ممكن أعوض عن الـ missing values دي إن أنا ممكن مثلا استخدم مثلا حاجات تانية زي المين او الميديان. ماشي. او الموست فريكوينت، دي كلها حاجات ممكن استخدمها عشان اعوض عن الاماكن اللي هي الميسنج. بس طبعا انت مش هتختار بمزاجك، يعني انت ما عندك، لو عندك مثلا فاليوز بسيطة في مثلا مكان او اتنين او تلاتة، يعني حاجات تسمح ان انت ممكن تعوض عنها، فانا ممكن استخدم ايه، استخدم واحدة من دول. لكن لو انت عندك مثلا كذا ريكورد كده، وكل ريكورد المفروض يكون فيه مثلا 10 فيتشر، وانت عندك مثلا فيتشر واحده بس اللي متاحه، فهل هنا اقدر اعوض عن التسع فيتشر الباقيين؟ لا. في الحاله دي انت يفضل انك تمسح لايه، انك تمسح الريكورد اصلا، لان لو انت عوضت عنه فانت بتحط قيم دي انت بتتوقعها، مش قيم حقيقيه اصلا. فممكن تدرب الموديل بتاعك على قيم انت متوقعها، فالموضوع يبقى في الاخر ممكن يكون القيم دي اساسا اللي انت حاططها مش صح، فبنيت موديل على حاجات خطأ. ماشي. لكن لو قيمة 2 3 4 فالموضوع مش هيفرق. ففي الحالة دي ممكن نستخدم ايه، ممكن نستخدم انواع تانية زي المين والميديان والموست فريكوينت وهكذا. طيب الانومالي ديتكشن، انا المفروض اعرف ايه هي الاوتليرز الموجودة عندي الاول. يعني ايه الانومالي او ايه هي الاوتليرز؟ اللي هي الحاجات الغريبة الموجودة عندي. طيب يعني ايه الحاجات الغريبه؟ يعني مثلا لما الاقي الداتا كلها في رينج من 0 ل 5 مثلا، وفجاه الاقي في قيمه مثلا ايه، فجاه الاقي في قيمه عندي رقمها 80، فطبعا اكيد ال 80 دي فيها حاجه غلط، يعني محسوبه غلط مثلا، او اتقرت بشكل غلط، او الشخص هو بيحطها بدل ما بيحط قيمه مثلا صغيره حط قيمه كبيره. ماشي. او نفترض مثلا ان هي 50 فبدل ما يحط 5 قام حاطط 50، فطبعا دي بالنسبه لنا ايه، ده بالنسبه لنا انومالي او بالنسبه لنا اوتلاير. فالمفروض اعرف ايه الانوماليز الموجوده عندي في الداتا سيت، وابدا ايه، وابدا اشيل.
طيب الدبليكيشن بنعمل فيها ايه الدبليكيشن؟ ممكن نديها ويت ولا حاجة، ممكن ايه؟ ممكن نديها ويت، يعني مثلا لو في 20 ريكورد زي بعض ممكن اخلي واحد واديله ويت اكتر شوية، يعني ده مقرر يعني. لا انا ما بديش ويت ولا حاجه، انا التكرار عندي ما بيفيدنيش في اي حاجه في الماشين ليرنينج. التكرار ده لما يكون عندي هو تكرار نفس الصور الريكورد، على طول. هو نفس الريكورد متكرر 20 مره، فاكيد دي فيها حاجه غلط. ما فيش حاجه اسمها كده، لازم يكون الريكورد مختلف عن الريكورد اللي بعده، لازم يكون كل ريكورد يونيك عن الريكورد اللي بعده. فانا لازم اريموف ايه بقى، اريموف الريدندنت ايه، الريدندنت ريكوردز، واسيب بس واحد يعبر عنهم كلهم، ما عنديش اي مشكله. طيب ايه موضوع النورماليزيشن؟ لما الاقي ان القيم كلها ومره واحد واخد زيرو، مره واحد تاني واخد 1000، مره تاني واحد واخد مثلا 5، مره تلاقي واحد واخد مثلا 5 من 10، مره تلاقي واحد مثلا واخد مليون مثلا يعني. فالموضوع ده بيسبب لي مشاكل في التريننج وفي الكالكوليشنز بتاعه التريننج، فطبعا لازم توحد الكلام ده كله. فانا هخلي الكلام ده كله يبقى موحد مثلا من زيرو الى ايه، الى مثلا واحد، او من ماينس 1 الى بلس 1 لو انت عندك حاجات نيجاتيف مثلا، ماشي؟ ف ده طبعا بيتجنب مشاكل او بيحل لي مشاكل خاصه بالاوفر فيتنج والاندر فيتنج، ماشي؟ ولو انت شغال في الديب ليرنينج بيعمل بيحل مشاكل زي الاكسبلودنج والفانيشنج، اللي هي بتسبب برضو تضاؤل صغير جدا في الارقام، او الارقام بتاعتك بتكبر بشكل كبير جدا، فلازم ان انت ايه، لازم ان انت تحلها بالايه، بالشكل ده كده، او ان انت تعمل حاجه اسمها تخلي ال يعني تخلي التريننج بتاعك فاست، اللي هو فاست تريننج. فطبعا ايه، دي من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نحل بعض المشاكل دي. نعرف يعني ايه اوفر فيتنج واندر فيتنج من خلال الكورس يعني ان شاء الله. طيب التكست ده لازم اعمل فيه ايه؟ حوله لنواية الكمبيوتر، بالظبط، حوله لازم لنواية اعمل حاجه الديت. اسمها ليبلنج. اللي هو يعني ايه ليبلنج؟ تمام. يعني احول التكست ده الى ايه، الى نيوميريك. نيوميريك ايه؟ نيوميريك فاليوز. طيب بالنسبة لي الفيتشر ريدكشن، هو أنا مثلا عندي 50 فيتشر مثلا، فطبعا 50 فيتشر ده كتير لو أنا هشتغل عليهم في ماشين ليرنينج، 50 كتير جدا، فلازم أعمل حاجة اسمها دايمنشن ريدكشن. فأنا ممكن أستخدم في الحالة دي إيه؟ إيه الأنواع اللي أنا ممكن أستخدمها؟ الدايمنشنال ممكن ريدكشن، أستخدم مثلا البي سي إيه البي سي اي. مثلا يعني، تمام. أو ممكن أستخدم حاجة اسمها ال دي إيه، أو ممكن أستخدم نوع تاني. في انواع كتير هنتعرض ليها يعني، فدي بتقلل لي عدد الفيتشرز. مثلا اقول 50 دول ممكن اوصلهم لايه، لخمسه فيتشر مثلا بعتمد عليه، خلاص. طيب فدي يعني معظم البري بروسيسنج ستيبس اللي انا ممكن اعتمد عليها لو انا شغال على داتا سيت بشكل سي اس في. طيب هو انا دلوقتي لو انا عندي نفس الداتا اللي فوق دي يا شباب، بس مش سي اس في الداتا دي، لو هي ايه، لو انا هقول مثلا ال pre-processing steps، لو انا شغال على ال images، هل هي نفس ال steps دي هطبقها على image؟ لا 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 لا. لا ليه؟ لان ال image دي هي ما فيهاش مثلا الموضوع ده، اللي هو ما فيهاش مثلا text مثلا يعني. ممكن يكون في انومالي، يعني ممكن انا الاحظ الداتا بتاعتي يكون في، يعني الداتا بتاعتك كلها عباره عن كاتس ودوجز، ممكن الاقي في النص كده حد حاطط لي رابت مثلا، او حاطط لي اي نوع من انواع الحيوانات التانية، فده بالنسبه لي انومالي. ده بالنسبه لي المفروض ايه، المفروض اشيله لو انا لاحظت الكلام ده يعني، ماشي؟ بس مفيش حاجه عندي اسمها ميسنج فاليو، لان انت عندك صوره والصوره دي اكيد فيها بيكسلز، فما انت ما عندكش حاجه اسمها ميسنج فاليو، فانت مش هتحل مشكله مش موجوده اصلا، ماشي؟ ما عندكش تكست، خلاص. الفيتشر ريدكشن انا مش بضطر ان انا اعمل مينيمايزيشن للفيتشرز، لان انا بشتغل في الايمج ديت بشتغل على ايه، بشتغل على الجزمات تانية خالص،
زي الديب ليرنينج مثلا. الديب ليرنينج اساسا هي معموله انها تستوعب داتا بفيتشرز كتيره جدا، ما عندهاش اي مشكله في حاجه زي كده، ماشي. بس لو احنا قلنا ايه الحاجات المشتركه اللي احنا ممكن نطبقها، اللي هو مثلا لو انا عندي الانومالي ممكن اعتمد عليه، لو انومالي ديتكشن ماشي. ممكن ايه تاني؟ ممكن النورماليزيشن، ممكن اخلي الصور كلها في رينج واحد عادي جدا من 0 ل 1 او ماينس 1 الى بلس 1، دي ماينس 1 اهي. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل ممكن نستخدم اوبن سي في لو انا عندي شايف ان الصور بتاعتي فيها مشكله مش واضحه، فممكن اطبق مثلا حاجات زي الهيستوجرام ايكواليزيشن مثلا، مثلا يعني. يعني انا مثلا لما جيت اشتغل على ديت سيت مره اللي هي البون فراكشر اللي هو الكسور بتاعت العظام، فلقينا ان الديت سيت نفسها تيجي تبص للصوره تحس ان هي مش واضحه، فيها بلورنج شويه، فانت لازم تطبق عليها حاجه توضح الايه الصوره دي. فطبقنا عليها الهيستوجرام ايكواليزيشن، فرق الداتا فرق النتيجه لو انت جيت طبقت هيستوجرام ايكواليزيشن من 73% الى 93%، فرقت 20% بستيب بسيطه جدا طبقناها على داتا عشان تخلي الشكل بتاع الداتا اصلا واضح في الاول قبل ما تدخلها على الموديل اللي انت هتشتغل عليه، ماشي. طيب ممكن نطبق ايه تاني؟ ها لو انت شغال على الايمجز ممكن تعمل ريسايزنج، ريسايزنج صح ولا مش صح؟ في كمان بالظبط، نويز ريدكشن لازم برضه. يكون فيكسد، لازم يكون في الحاله دي فيكسد ايه، فيكسد سايز. اللي هو مثلا زي ما اقول لك مثال، مثال انا اقول لك مثلا ده الصور بتاعتي لازم تكون كلها 128، 128 مثلا في 128 لو انا شغال على الار جي بي مثلا في 3، لو انا شغال على الجري ممكن اقول لك 128 في 128 في 128 في 128 في 128 في 1 مثلا، يعني لو انا نفترض حاجه زي كده. ايه تاني ممكن نطبقه هنا؟ في حاجه تاني؟ نويز نويز ريدكشن، ريدكشن. نويز ريدكشن ان انا انا هعمل هعمل فلتر فلترز يعني يعني عشان عشان ما هو قلنا بقى اللي النويز. كنت اوبن سي في فيها يعني كل حاجه، ده مثال عليها اللي هو الانستجرام بوزيشن، ده مثال على الكلام ده. في بعض فاهم؟ المشاكل ماشي. مثلا بتتطلب اللي هي داتا اوجمنتيشن، لما تكون بالظبط الصور اللي هو قليله. الاوجمنتيشن، ممكن اعمل حاجه اسمها اوجمنتيشن. الاوجمنتيشن ده اللي هو بنطبق على الصور مثلا روتيشن، بكثر عدد الصور. بنطبق عليها مثلا سكيلينج، بنطبق عليها حاجات تانية كتير طبعا، يعني برضه هنتعرض للكلام ده كله عشان تزود عدد الصور بتاعتك، ماشي. طيب في حاجة نسيناها هنا، هنا ممكن نعمل هنا اللي هي بالانسنج، بالانسنج فور ديتا. يعني ايه؟ يعني ايه بالانس؟ ان انا احاول اوازن بين الكلاسز اللي عندي في بالظبط. يعني انا الداتا عندي مثلا، بتاعتي. انا قلت ان انا اخترت هنا مثلا 80 فور تريننج و20 فور تيستنج، فممكن وانت شغال على ال 80 دول، لو انت مثلا نفترض ان انت عندك في ال 80 دول طلع في الكلاس، يعني انت عندك مثلا تو كلاسز مثلا، فلقيت ان في هنا 60 انستنس فور كلاس 1 مثلا و20 فور كلاس 2، فطبعا في الحاله دي لازم ان انت توازن ما بين التو ايه التو كلاسز دول. ففي الحاله دي انا ممكن استخدم ايه، ممكن تستخدم حاجه اسمها السموث، ممكن تستخدم حاجه اسمها الاوفر سامبلينج، ماشي. او لو انت عاوز تخلي ال 60 دول زي ال 20 دول، ممكن استخدم حاجه اسمها الاندر ايه الاندر سامبلينج. طبعا ده مثال، يعني ده مثال بسيط، يعني ممكن يكون ده 6000 وده 600، فانا عاوز اخلي 6000 دي 600 برضه، فممكن استخدم في الحاله دي ايه الاندر سامبلينج. فده برضو ايه الامثله اللي احنا ممكن نعتمد عليها في الجزء ده. طيب بعد ما شرحنا الجزء ده كده ازاي المراحل بتاعت او البري بروسيسنج ستيبس الموجوده في السي اس في، وموجوده في الايمج. طيب لو انا اخدت بقى 80% اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هو التمرين ريكورد، وجيت اطبق عليهم موديل مثلا ماشين ليرنينج موديل،
طيب ماشين ليرنينج موديل ده طلع في الاول بعد ما طبقته خالص ان في موديل طلع معايا، والموديل ده لازم احسب الايه البرفورمانس بتاعته. طيب احنا بنحسب البرفورمانس ازاي يا شباب؟ بنكالكوليت البرفورمانس ازاي بتاع الماشين ليرنينج موديل؟ يعني ازاي بقول ان الموديل ده بيديني نسبة مثلا حسب لو هو 5%؟ ريجريشن اسوسيشن خلاص احنا مثلا. عدينا عدينا الموضوع ده. انا خدت 80% كانبوت واوتبوت ودربت عليهم موديل وطلع لي موديل معين. طيب الموديل ده احسب البرفورمانس بتاعه ازاي؟ مش انا لسه عندي 20% من الداتا صح؟ عندي 20 يعني دول بتكتب ال 20% المقابلين اللي هو ما شافهمش. بالظبط، هاخد ال 20% دول اللي هو ال 20 ريكورد اللي موجودين عندي دول، ال 20 ريكورد دول انا عارف الانبوت بتاعهم وعارف الاوت، دول ايه؟ دول جيفن. طيب انا لو خدت ال 20 ريكورد دولت از ان انبوت، يعني لو خدتهم كده ايه الانبوت بس، خدت الانبوت بتاعهم بس وقمت مديهم لمين؟ مديهم للموديل اللي انا طلعته فوق، فالمفروض هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي البريدكتد فاليوز، صح الكلام؟ البريدكتد فاليوز او اللي احنا بنسميها حاجه اسمها الواي ايه؟ الواي هات. والاوتبوت ده الاوتبوت الموجود فوق ده اللي هو الحقيقي ده بنسميه ايه؟ بنسميه الواي، او الاوتبوت الايه؟ الحقيقي مش المتوقع. ده الاوتبوت المتوقع وده الاوتبوت الايه؟ الحقيقي. طيب هنحسب البرفورمانس ازاي دلوقتي؟ هنحط الاتنين قصاد بعض كده، نحط الواي ونحط الايه الواي هات، ونبدأ نشوف ايه الفرق بين الاتنين دول. لو فرضنا مثلا ان ده طلع واحد وده طلع بكام وده طلع واحد، يبقى الاولاني مفيش مشكلة. طيب لو التاني طلع بواحد وده طلع بكام مثلا؟ بزيرو، ماشي. طيب وده طلع بايه؟ بزيرو، والمفروض ان هو يطلع واحد مثلا، وهكذا بقى أمثلة بقى إيه من هذا القبيل على لحد ما تخلص الإيه العشرين بتوعك. بنحسب في الآخر يا شباب، في الآخر بنحسب الأكيرسي، الايرور أو بتحسب الأكيرسي عشان إزاي؟ كده بنشوف عن عن طريق طريق اللي اللي هي مثلا لو الكلاسيفيكيشن كونفوليوشن ماتريكس ريجريشن مثلا المين سكوير ايرور والروت مين سكوير ايرور طيب الحاجات لو دي. أنا قلت مثلا عاوز أحسب الأكيرسي، لو أنا شغال على كلاسيفيكيشن، لأني انا شغال على 2 بلس دلوقتي، يا اما 1 يا اما 0. فالاكيورسي في الحاله دي لو انا قلت لك هنا مثلا ان في كام واحد صح جه وكام واحد غلط، فقلت لك ان هو حسب 15 واحد ترو ماشي، وخمسه بس هم اللي ايه اللي هم طلعوا بفولس، يبقى احسب الاكيورسي ازاي؟ ده 75%، ماشي طلعت ازاي؟ 15 على 20%. 15 على شيء، يبقى الميس كلاسيفيكيشن على التوتال الموجود عندك اللي هو 15 على ال 20 فيديك كام؟ 15 على ال 20 فيديك الايه؟ يديك ال 75. طبعا هيديك 75% اللي هي في الاخر بتساوي ايه؟ بتساوي 75%. ده مثال بسيط جدا ازاي احسب البرفورمانس بتاع الايه؟ الموديل بتاعي. طبعا 75% دي انا بالنسبه لي 75% انا مش راضيها، مش هتاخد معايا سكه يعني. فانا في الحاله دي انا مش هعتمد على ايه، مش هعتمد على الموديل ده كموديل نهائي. لازم اعمل ايه دلوقتي بقى؟ تقول ايه؟ لازم اعمل ايه دلوقتي؟ لازم لازم اعدل الحاجه في الموديل عشان طب انت هتعدلها يطلع ازاي؟ احسن. هتعدلها ازاي؟ يعني اعدل البارامتر بتاعت الموديل بالظبط. نفسها. فلازم اعمل ايه بقى؟ تمام لازم اعمل حاجه اسمها الهايبر بارامتر ايه؟ تيونينج. الهايبر بارامتر تيونينج، صح الكلام؟ طيب ايه بقى الهايبر بارامتر تيونينج دي؟ بيقول لك ان كل نوع من انواع الالجوريزمات ليه مجموعه بارامترز بيعتمد عليها. البارامترز دي لو انت شغلت الالجوريزم بالديفولت بتاعها فهو بيعتمد على ارقام ديفولت. يعني مثلا لو انا شغال على سبوت فيكت ماشين، فالسي بالنسبه لي بقيمه مثلا 1 من 10 كديفولت يعني. طيب لو انا غيرت قيمه السي دي هل هيحصل تغيير في الاوت؟ اه ممكن يحصل تغيير في الاوت.
طيب لو انا شغال مثلا على الديسيشن تري واخترت الدبس بتاع الديسيشن تري ده، هيبقى كام يعني كام صف بالظبط في الديسيشن تري ممكن يغير في النتائج بتاعتي. طيب يبقى في الحالة دي لازم اعمل حاجة اسمها هايبر بارامتر تيونينج، وده الحل الاولاني. او ممكن يكون اصلا ده من خلال ايه، using parameters او using الماشين ليرنينج موديل parameters. ده الحل الاولاني. الحل التاني ان انا ممكن اعمل ايه؟ الحل التاني ان انا ممكن اصلا اتشينج ايه، الماشين ليرنينج موديل، صح الكلام؟ وممكن يكون الماشين ليرنينج موديل اللي انا شغال عليه ده مش مناسب، يعني انا شغال على الديسيشن تري مثلا، الديسيشن تري بيطلع لي كل مره 75% 76% 77%، فطبعا انا عاوز حاجه اعلى من كده، فانا ممكن اغير ان انا اختار نوع اخر من الماشين ليرنينج، صح الكلام ولا لا مش صح؟ تمام. يعني مثلا اختار ان انا اشتغل، لو انا شغال مثلا ديسيشن تري ممكن اشتغل راندوم فورست، ممكن اشتغل اكسترا تريز، ممكن اشتغل اكس جي بوست، ممكن اشتغل ادا بوست، في انواع كتير، فطبعا انت عندك خيارات كتير ممكن تشتغل عليها. طيب يبقى انت الحتتين دول مهمين جدا، ان انت مش بتعتمد اول مره على اول موديل بتطلعه وخلاص، وبتاخد 20% من الداتا وتطلع بيها الاوتبوت خلاص وانت كده يعني بقيت تمام، لا، فلازم ان احنا نغير في المودلز اللي احنا شغالين عليها، لازم نعمل هايبر بارامتر تيونينج. طيب طبعا هايبر بارامتر انت مش هتقدر تغير بايدك، يعني بالنسبه لنا في طبعا مكاتب موجوده زي اسكليرن مثلا، في حاجه اسمها الجريد سيرش. الجريد سيرش دي تكنيك موجود في الموضوع ده او في الاسكليرن، بستخدمها عشان هي تغير لي في البارامترز الموجوده بتاعت ايه، بتاعت كل موديل. انا بحط بارامترز كتير وهي بتاخد البارامترز دي كلها وتبدا ايه، تبدا تغير. طيب الحاجه التانيه ان في اشكال مختلفه من الداتا سبليتنج، ممكن يكون التقسيم اللي انا عملته غلط، يعني انا قسمت 20 80 و20% قسمتهم بشكل غلط، يعني ممكن يكون مثلا 80% دول او ال 20% اللي احنا خدناهم كتستنج دول، وكان في امبالانس للديتا، فلقيت ان ال 20% دولت واخدين مثلا امثله او واخدين انستنسز من الـ classes اللي هي قليله قوي، لان الكلام ده بيتم بشكل راندوم. فطبعا لو انا خدت ال classes اللي هي قليله قوي اساسا اللي موجوده في الديتا وجيت اشتغل عليها كتستنج، فهو ما شافش اصلا كتير منها في التريننج، فهيعمل لك ميس كلاسيفيكيشن، وممكن تلاقي التريننج طالع الاكيورسي بتاع التريننج كويسه جدا والتست اكيورسي قليله جدا، فبيسبب مشكله اللي هي الايه، اللي هي الاوفر فيتنج مثلا يعني. طيب طالما جينا للموضوع بتاع الاوفر فيتنج، طبعا الاوفر فيتنج معناه ايه؟ معناه ان تلاقي التريننج اكيورسي بتاعتك. يعني ايه تريننج اكيورسي يا شباب؟ يعني انا لو خدت نفس ال 80% اللي انا اصلا معتمد عليهم في التريننج اللي هم ال 80 ريكورد دول، ماشي، وجيت قمت مدخلهم تاني على نفس الموديل بعد ما طلعته، فبيطلع لك التريننج ايه، بيطلع لك طبعا البريدكتد فاليوز، وبيبدا يقارنها مع الاوتبوت الاصليه، فبيطلع لك مثلا ممكن يطلع لك نسبه عاليه جدا، ممكن يطلع لك مثلا 99%، ده التريننج اكيورسي. واجي في التست اكيورسي اللي هم المفروض ال 20%، ماشي، اخد اللي هم ال 20% او ال 20 ريكورد اللي احنا بنتكلم عليهم دولت، ادخلهم على الموديل، تلاقي مطلع لي النسبه بتاعتي مثلا 75%. طبعا في فرق ما بين 99 و 75%، دي اللي احنا بنقول عليها اوفر فيتنج. ليه بنقول عليها اوفر فيتنج؟ لان في فرق او في جاب كبير جدا ما بين التريننج اكيورسي والتستنج اكيورسي. واضح الكلام ده؟ الكلام ده واضح؟ طيب ايه بقى الموضوع الاندر فيتنج؟ الاندر فيتنج ده لو انت عندك التريننج اكيورسي اساسا، لو انا لقيت ان الاثنين دول جيت اشتغلت عليهم كده ولقيت ان ده طالع لي مثلا 75% وده طالع مثلا ايه 75%، فطبعا 75% مش مقبوله بالنسبه لي لا تريننج ولا تيستنج، فده بالنسبه لي ايه؟ ده بالنسبة لي اسمه اندر فيتنج. واضح كده؟ واضح الكلام ده؟ طيب ايوه يا باشمهندس. يبقى الاوفر فيتنج بيكون التريننج اكيورسي بتاعتها ممتازة،
تلاقي التستنج اكيورسي قليله جدا. ليه بقى؟ لان هنا في الحاله دي انت بتلاقي نفسك ان انت ضربت الموديل بتاعك على كانك حفظته بالظبط على اشكال معينه. لو قلت له جبت له شكل غريب او جبت له شكل مختلف ما يقدرش ايه، ما يقدرش يميزه. لكن في الاندر فيتنج اساسا انت عندك مشكله اساسا في الداتا. الداتا دي ممكن تكون ناقصه، ممكن تكون امبالانسد، ممكن تكون انت ما ضربتش الكلام بشكل صحيح. ماشي. طيب عشان احل المشاكل دي ممكن يكون الحل المشكله في حاجه اسمها داتا سبليتنج. طيب ممكن يكون التقسيمه بتاعت 80 و20% ده مش مناسب اللي هو التقسيم العادي. ممكن اكون محتاج حاجه اسمها ايه، الكي فولد، الكي فولد داتا سبليتنج. طب ايه ايه الكي فولد سبليتنج ده؟ ان انا ممكن اختار مثلا عاوز اقسم الداتا بتاعتي الى 5 اجزاء اللي هو 5 فولد، بنسميها مثلا 5 فولد. ماشي. طيب بيتم بقى الكلام ده ازاي؟ ان انا مثلا هقسم الداتا بتاعتي الى 5 اجزاء اهو. ماشي. فدول خمس اجزاء زي ما احنا شايفين كده. انا في الاول خالص هاخد الجزء ده يبقى هو التريننج بتاعي، ده التريننج، وده يبقى ايه، وده يبقى التستنج لاول مره. هطبق الكلام ده على الموديل واطلع ايه، واطلع الاكيرسي بتاعتي. طيب تاني حاجه هقوم واخد مين، هقوم واخد الجماعه دول وده للتريننج، وده لمين، وده مين للتستنج. يعني ايه قسمتهم 5 اجزاء؟ لو انا قلت لك مثلا انت عندك 100 ريكورد، فطبعا 5 اجزاء يعني ايه، يعني كل جزء هيكون فيه ايه بقى، 20. تمام، ان every part هيكون 20 ايه، 20 ريكورد. طيب 20 ريكورد يبقى هنا هيبقى فيه كام، 80 هاخدهم للتريننج ماشي، و20 هاخدهم تيست. ده في الايه، ده في المرحله الاولى، واعمل تريننج واطلع الناتج بتاعي بتاع الاكيورسي لما دخل تيست. بعد كده هاخد الايه، هاخد دول ودول ودول ماشي للتريننج، واخد ده للتيستنج. طيب بعد كده اعمل ايه؟ قال لك انت ممكن تاخد بعد كده، اخد ده كده مثلا واخد ده، وده هيبقى ايه، ده هيبقى التستنج. طيب بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده قال لك هتاخد ده وده، ويبقى ده لمين؟ ويبقى ده للتستنج. ماشي. طيب بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده قال لك هاخد دول، هما دول التريننج، واخد ده للتستنج. ده بالظبط اللي بيتم في المرحله بتاعه الايه، الكي فولد. انا اخترت مثلا 5، فكل واحده من دي طلع لي اكيورسي. فهتلاقي ان كل ريكورد من ده او كل جزء من ده، انا كده عملت موديلنج كام مره؟ هل انا كده عملت موديلنج مره واحده؟ لا، انا عملت موديلنج كام مره بالموديل بتاعي؟ 5 مرات، اللي هو الفايف ايه، 5 تايمز. في كل مره هتلاقي فيه اكيورسي، كل مره هتلاقي فيه اكيورسي معينه، الاكيورسي 1 ماشي، وهتلاقي الاكيورسي 2 والاكيورسي 3 والاكيورسي 4 بالشكل ده كده، 2 و3 و4 و5. طيب هنعمل ايه في الاخر؟ البرفورمانس بتاعي هيبقى عباره عن ايه بالظبط في الاخر؟ متوسط. هاخد بقى الايه، الاكيورسي النهائي بتاعتي، ان انا هاخد الايه، المتوسط بتاع اللي هو الافريج بتاع الكلام ده كله. ان انا هبدا اجمع الاكيورسي اللي هي الاولى والثانيه والثالثه، هاخد الافريج بتاع مين، بتاع الاكيورسيز ايه اللي موجوده عندي، هي فروم 1 تو ايه، تو 5. في مشكله في الكلام ده؟ ده ممكن يديني نتيجه احسن وافضل من التقسيمه العاديه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هي التقسيمه 80 في 20. طيب ممكن يكون اصلا الداتا بتاعتي امبالانسد، فانا في الحاله دي لازم اعمل بالانسنج للداتا باستخدام السموت مثلا، او الاندر سامبلنج او الاوفر سامبلنج. ماشي. ممكن يكون الداتا قليله وانا شغال على الايمج، فانا مضطر في الحاله دي اعمل اوجمنتيشن ماشي، واعمل حاجات تانية لسه هنعرفها في الديب ليرنينج زي ريجولاريزيشن، والحاجات اللي هي الباتش نورماليزيشن. الحاجات دي كلها ايه، ممكن نطبقها عشان تديني اكيورسي احسن شويه. خلاص كده يا جماعه، لحد هنا كده في مشكله؟ في اي سؤال خاص بالجزء ده؟ هو خلاص حضرتك بس دكتور احمد، في سؤال. اتفضل. حضرتك دلوقتي بالنسبه للموديل نفسه اللي انا بعمل له تريننج ده، انا بجيبه منين؟ الموديل ده انت هل بيبقى انت في عارف مجموعه جاهزه انا بختار منها واحد؟
انت عارف الانواع دي كلها، الانواع دي كلها انت تتعرف عليها، هتتعرف عليها وهتكون جاهزه في مكتبه اسمها الاس كي ليرن لو انت شغال على ماشين ليرنينج مثلا او سايكت ليرن. عاوز اقول لك ان اسهل حاجه في الدنيا انك تطبق الموديلنج، واصعب حاجه في الموضوع بتاع الماشين ليرنينج انك تعمل بري بروسيسنج ستيبس اللي احنا بنتكلم فيها طول المحاضره دي، واضح؟ تمام، انا فبالنسبه دكتور حضرتك. لاختيار الالجوريزم الموضوع ده مش صعب خالص، انت عندك الالجوريزمات كلها متاحه ممكن استخدمها، ممكن اجيب اي عيل صغير كده يطبق لي موديل، لكن انك تعمل الستيبس اللي احنا بنتكلم فيها دي وانك تخلي الداتا بتاعتك بشكل كويس جدا عشان تبقى مناسبه للموديلنج، هو ده الايه، ده المهم، وده اللي بيميز الماشين ليرنينج انجينير عن اي حد تاني، واضح؟ تمام يا تمام دكتور، يا دكتور، شكرا. طيب فده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان احنا عندنا التريننج داتا بنعلم بيها الموديل، وبعد كده بندي له تيستنج داتا، فالتيستنج داتا بتطلع لي بريدكشنز او بتطلع لي اوتبوت اللي هي البريدكتد، ببدا اقارن البريدكتد اوتبوت بالترو اوتبوت الاساسيه بتاعه التيستنج، وابدا احسب البرفورمانس بتاعتي عشان اقيس كفاءه ايه الموديل ده، هل هو يصلح ان هو ينفع معايا ولا ما ينفعش. طيب